ملف جرح الجيش حلقة مفرغة من الحلول منذ بداية شرارة الحرب، حيث لا يزال جنود القوات الحكومية في معاناة مستمرة حتى اليوم وسط مناشدات يطالبون فيها بسرعة تدخل لحل قضيتهم المتعثرة وإطلاق مرتباتهم المتوقفة. الوعود الكاذبة دفعت هؤلاء الجرحى لإقامة اعتصام مفتوح أمام بوابة دائرة الرعاية الاجتماعية للضغط على الجهة المسؤولة لتنفيذ مطالبهم بإطلاق مرتباتهم ومداوات جرحاهم. نحن جرحى الجيش الوطني المعاقين والمبترين وأسر الشهداء خرجنا بوقفات احتجاجية الأولى والثانية حتى وصلنا للوقفة الاحتجاجية الثامنة. طبعا مطالبنا مطالب حق، مطالبنا مطلب صرف مرتباتنا كونها الذي تعيل أسرنا، مرتب شهر 12 من العام الماضي ومرتب شهر 1 ومرتب شهر 2 لم نستلم منها أي ريال واحد. بالنسبة لمطالبنا من ناحية العلاج، الناحية العلاج ندعو كافة المجلس الرئاسي وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الأخ رشاد العليمي، الدكتور رشاد العليمي، بأن يهتموا بوفاة الجرحى وأن يلتفتوا إلى هذه الفئة المغلوبة على أمرها والذي يعني تعفنت أجسادهم والذي يعانوا من الأمرين، أما في اليمن أو في الخارج الذي قد صدروا إلى الخارج. ما كانت في معانا أخواننا الذي صدروهم إلى مصر، يعني لا حد الآن معاناتهم ثقيلة في مصر، ومعانا معاناتنا الذي في سكن الجرحى، يعني في ناس مننا يعني وضعهم لا يسمح بهذا الكلام أبدا، وضعهم مأساوي جدا. وقوفهم ليلا ونهارا في شهر رمضان لا يأتي إلا من إهمال كبير بلغ حد الزبا وضاق بهم الحال، لا سيما وأن الوجع يتغلغل في أجسادهم لفترات طويلة لا يجدون قيمة أبسط العلاج. ومع هذه الأوجاع فهم يحاولون بكل الطرق إيصال همومهم إما بمناشداتهم أو بتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات لعلها تحدث أثراً وتحل جزءاً من مطالبهم. نناشد كافة المجلس الرئاسي على أن يشوفوا إلى أوضاع الجرحى، الجرحى ما خرجوا إلا من يعني للضرورة من مأساة، لا يجدوا قوت يومهم ولا ما يعول أسرهم ولا علاجهم ولا يعني ما لقينا من يستجيب لنا. هذا ما خرج والناس للاعتصام إلا من فوق 8 وقفات وهم لم يعني وكأن الأمر لا يعنيهم. خرجنا إلى هنا معتصمين يعني إلى ما يلبوا طلباتنا، يدوا رواتبنا المنقطعة منذ 4 أشهر وإكرامياتنا ويسافروا بالجرحى الذي هم محتاجين إلى العلاج. نحن في الاعتصام أمام بوابة الرعاية حيث خرجنا لم نجد لأسرنا ما يعولهم وما يعيشهم، فخرجنا نيابة عن أسر الشهداء وعن المعاقين الذي هم ذوي إعاقة خاصة. منذ سنوات تحتل قضية ملف الجرحى حيزا من الجدل ينتهي عادة لطريق مسدود تترامى فيها الاتهامات بين الحكومة ووزارة المالية والجيش، ويبقى الجريح ضحية هذه التجاذبات ما أدى لتفاقم مظاهم للأسوأ دون أي مؤشرات تحل قضيتهم التائهة. عبد العالم دحلان، اليمن اليوم، مأرب.